اهلا وسهلا. مساء الخير، مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج وحش الشاشه، البرنامج السياسي الغير عادي والغير كلاسيكي والمختلف عن كل البرامج السياسيه الذي ياتيكم في سهره كل احد. حلقه اليوم حلقه خاصه جدا، حلقه متميزه، لانه باش نبداوها بخبر ربما سعيد لمشاهدي هذا البرنامج ولهذا البرنامج ولكل فريق هذا البرنامج. برنامج وحش الشاشه هذا الاسبوع تحصل على جائزه تتمثل جائزه من وكالة كونسلتينج مختصة عملت صبر أراء في كامل أنحاء الجمهورية، وهذا البرنامج خذا جائزة أحسن أنيماتور، أحسن جائزة أحسن منشط برامج سياسية لسنة 2019. شكرا على الثقة، شكرا على التصويت، شكرا للناس اللي اعطوا فينا ثقتهم وصوتوا لهذا البرنامج، وهذا يحملنا مسؤولية كبيرة ويعطينا ثقة أكبر ودعم أكبر لنواصل في هذا النجاح وفي تحقيق نسب مشاهدة محترمة. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، ونرجو رضاءكم رضاء السادة المشاهدين. إذن الحلقة هذية زاد حلقة خاصة ومتميزة في حاجة أخرى، ذكرتني بحلقة سابقة عملتها في برنامج لمن يجرأ فقط، استضفت وزير سابق كان وزير في الوقت ذاك اللي هو السيد ناجي جلول، استضفته كوزير للتربية، سجلنا وهو وزير، ويوم البث تم عزله قبل البث بساعة، سجلت معاه وهو وزير، ثم تم بثه وهو وزير سابق. الحلقة ذي مش تفهموا علاش تشبه للحلقة هذيك، لأنه ضيفي اليوم فنان كبير ولكنه أيضا وزير مقترح لوزارة الثقافة تم رفضه وعدم التصويت ليه مع الحكومة في مجلس النواب، الفنان الكبير فتحي الهداوي. أهلا وسهلا. أستاذ فتحي الهداوي، مرحبا بك في برنامج وحش الشاشة، وأنا نعتبر ربما من المرات النادرة اللي وحش الشاشة ينطبق فعلا على ضيفي، أنت وحش الشاشة قولا وأداء وتمثيلا وتاريخا وشخصية. الوحشية هذه متمثلة في سيادتك من زمان، لأنه في مصر تعرف شكون وحش الشاشة، هو فريد شوقي. أنا رأيي الخاص سبق أني كتبتها، وحش الشاشة في تونس هو فتحي الهداوي. الوحش الحقيقي هو حضرتك أنت. أهلا وسهلا. ونحن نستلهم الوحشية من عندك. ونحن نتعلم الوحشية من سيادتك. أهلا وسهلا. أنتم الأصول وإحنا فروعكم. دونك اليوم صراع الوحوش وحوار الوحوش. فتحي الهداوي، تعرف اللي أنا الحلقة هذه من أغرب الحلقات في حياتي زاد، لأنه حضرت زوز نسخ، حضرت حلقتين، حلقة وأنت وزير ثقافة، وحلقة وأنت ممثل وماكش وزير، وزير مرفوض. والبارح يدي على قلبي نتفرج في 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 مجلس النواب في الجلسة نتاع التصويت للحكومة ولسيادتك، ونقول اسكو مش نستضيفه كوزير ولا مش وزير. وأخيرا لم يصوت مجلس النواب، والصباح عاودت خذيت الأوراق وعاودت عملت حوار كوزير مرفوض وعاودت الأسئلة الكل برفقة الفريق نتاعي. يلزمك تخلص مرتين معناها. يلزمني نخلص مرتين. به سي فتحي الهداوي، بون فرحة ما تمت، لأنه أنا شفتك تقمصت، أعتبره دور مثلت وفات تورناج البارح، نو؟ أنت مستانس تمثل في الأدوار، أعتبر روحك مثلت دور وزير ثقافة وفات تورناج وروحت لدارك، واليوم استضفناك باش نحكي لك على الدور. مسؤولية اللي أبدعت فيه. ما تمت، مش فرحة، إيش معناها فرحة؟ فرحة ما تمت هي زادة، لأنه واحد يعينوه وزير فرحة كبيرة سي فتحي. نوع من الاعتراف، إنما مش فرحة بمعنى الحبور والبهجة. كمين فتحي، أنا نعرف كي يتعين واحد وزير أولا يبدأ يستانس بكلمة سيد الوزير، ثانيا يكثروا المتملقين حوله، ثالثا يظهروا أصدقاء جدد، هما ما همش أصدقاء فتحي الهداوي، هما أصدقاء الوزير يظهروا حوله، وشفتهم أنا بداوا معناها فما يمكن 1000 ستاتيف في الفيسبوك كاتبين الصديق فتحي الهداوي، عمرها يمكن ثم ناس تعرفهم الجملة. عندي برشا أصدقاء. أصدقاء الوزير وأصدقاء فتح الهداوي يختلف. والله هو الموضوع نسبي شوي، لأنه تو بالنسبة لحد كيفي أنا كممثل معروف وكذا، الموضوع يكون نسبي شوي، لأنه الاعتراف وارد كممثل وكوني معروف عند الناس وعندي مكانة عند الجمهور وعند أصدقائي وعند كونه انضاف لهذا المسؤولية هذه التكليف هذا
ربما مش نفس الإحساس بتاع شخص اللي عمره ما كان معروف بيبليك ما يعني من جماهير. ولكن السلطة عندها سحرها، السلطة عندها الغواية نتاعها، السلطة عندها الإغراء نتاعها، تختلف حتى ولو كنت ممثل، حتى لو كنت نجم، حتى لو كنت أكبر النجوم. ما فما سلطة. وزير، السيد الوزير، وسمعتها أنا متأكد فيها جمعتين ذمرك سمعتها ألف مرة. تيتر هذك أما السلطة تاخو معاني متعدد. يعني أنت سيادتك عندك سلطة معنوية كبيرة عند الناس، وإيش معناتها السلطة؟ معناتها نوع آخر من السلطة، نوع آخر يعني سلطة، حتى الجمال سلطة والفلوس سلطة، هذا هو، والشهرة سلطة، والسياسة تبلور السلطة في الفعل السياسي، لأنه الفعل السياسي هو أخذ القرار. أخذ قرار مش فيما يخصك أنت فقط، بل فيما يخص مثلا قطاع كامل ولا بلاد كاملة بالنسبة للرئيس أو ملك أو أي إنسان يباشر. أنا تمنيت اليوم أني ناديلك سيد الوزير، ما لا غالب ما باش نديلك فتوح حتى بالوزاره. تمنيت اليوم خاطبك سيد الوزير في الحوار هذا، حتى كان كنت في المسؤوليه وتقول فتوح نفس الشيء، معناها ما يتغير حتى شيء. لا ما فهم شويه، نحترموا احنا المنصب ونحترموا الدوله، علاش تقولي فتوح ونحترموا المقامات؟ فماش احترام تقولي لا لا احترام، هذاك احترام اكثر عاطفة حقيقية من انه نقول بالتيتر. هذاك تقولها لك طفله امراه، مش يقولها لك انا. تحلش على روحك الباب هذا، خلينا نفكر الباب هذا مش بمصلحتك. باهي احنا باش نشوفوا، عندي دو فيديو حضرتهم لك بالذمه، باش نشوفوا فتح الهداوي قبل ان يصبح وزيرا، وفتح الهداوي بعد التصويت تاع البارح اللي ترفض فيه كوزير. نشوفوا الفيديو الاولاني قبل ان يصبح فتح الهداوي وزيرا للثقافه، يعني مازال ما اقترحش كوزير قصدي. أو لعل ما بالكش أنا مقرب من النهضة وما نحبش منصب سياسي، سابو أريفي وسا. آه وي، في الحالتين قاسم مشترك. شو لك مقرب من النهضة؟ ولي بوزل هو. نحطه كذا. لا مش مقرب، أنا عندي علاقة. لا يستهويك معناتها منصب سياسي اليوم. معناتها وزير ثقافة، ما تراش روحك نجم تعاون ثقافة في بلادك تكون وزير؟ لا. هكا عاونتها أون تونك مدير مهرجان. هاو، يزي، هذاك حدي. وزير، سا دوموند. وزير بس تري كومبليكي، معناتها واحد يخدم وزير. يعني سألوك قبل في إذاعة موزايك على سألك أمين جارة على برشا مرات سألوني أي معناتها وكأنه أنت وكانش على بالك جملة أنه باش يقترح عليك منصب الوزير. ما هو نوع من لهنا قلت أنا من كاين صعيب. قلت أنا ما نجمش نكون وزير صعيب، لأنه وترفض أنك أي منصب سياسي بالفعل سي تري كومبليكي. كي جاك المنصب ما ترددتش وقبلت وما فكرتش بالكل؟ لا ترددت وفكرت أنه باش تفسر كلامك هذا ساعة في راحة من العقل تنجم تقول كلام كما كي وتمم به، هو اللي نأكده لك اللي أنا صادق في الحالتين، أنه تمثل في ذهنك نوعية التكليف والمسؤولية اللي تستناك والمشاكل اللي يلزمك تحلها والقرارات اللي يلزمك تاخذها واللحظة ربما تتغير أشياء، اما في راحت من عقلك تستكبر الموضوع برشا. معناتها كبر عليك منصب كفكره. انت قلت على روحك قبل ما يقولوا عليك الناس كل انك ما تصلحش وزير ثقافه في الفيديو هذا. اي مش ما تصلحش وزير، معناها اصغر من منصب وزير ثقافه، ما يستهويكش المنصب، ما يستهويكش حتى منصب سياسي كريمو. يصعب السياسه لانه عالم اخر، يلزمك تتغير، يلزمك تتكيف. انما كي جا التكليف في وقت ممكن فيه نوع من الإيثار أو نوع من تحمل المسؤولية زيادة، مشينا في الخطوة ذي بدون ضمانات أنه إنسان، لأنه أنا كنت نعرف مع حكومة سيصادق عليا ولا لا يصادق عليا. كنت خايف من المنصب؟ كنت رالي هو مسؤولية كبيرة بصراحة. بعد ما تعديت ولازلت تفكر أنه مسؤولية كبيرة. أنت تو سيء، معناتها البارح صوت مجلس النواب ضد تكليفك وضد الحكومة الكل بما فيهم أنت كوزير ثقافة، وإحنا خذينا لقطة من أعمالك تخيلناك فيها وقت اللي ما صوتوا لكش، كيفاش كانت الرياكسيون تاع فتحي الهداوي؟ نشوفوا مع بعض الرياكسيون فتحي الهداوي بعد ما ترفضت الحكومة وترفض هو كوزير ثقافة. نشوف. Thank you.
مع تحيه كبيره ليك على الاداء المذهل اللي ديما تتميز به، ولكن نتخيل الرياكسيون تاعك كانت هكا. انا با دي تو، كي روحت للدار نو سيتي اوسي ان سولاجمون. هذا في قصر الحكومه لابارتمون تاع السكر. سيتي اوسي ان سولاجمون الشهير. ابارتمون سكر الشهير مقر الوزاره الحالي السابق. السابق كنت هكا حسيت بإحباط كوميم فتحي، لو كنت تكون صادق مع روحك يعني وصلت وصلت للعين وما شربتش. وصلت هو يا اخي عين هي معناها مشكله وزير اي شو عليك يعني. كل بون اللي كلهم اللي ياخذوا المناصب يحكيوا هكا انت تعلم. لا الحقيقه معناتها والله المسؤوليه وتفكير المسؤوليه معناها مغانم الوزاره. شنو هي مغانم الوزاره؟ مغانم الوزارة كثيرة يا سيد فتحي. ما مثلا ما يعني كي تسألني هكا نحسك تستبلى فيا يعني. شنو مغانم الوزارة؟ مش الامتيازات الظاهرة، هي مغانم كبيرة برشا. لا علينا مانيش باش نعددوها. أنت خدمت وزير قبل وتعرفوا المغانم؟ أنا نخالط في الوزراء. اللي ما نخالط في الوزراء اللي ما رفضهمش مجلس النواب، تعداوا في التويل. نعرفهم شنو معناها مناصب معروفة، معروف سحر المنصب. لا ديسيزيون قلت لك. محتقروا انت المنصب. لا لا سر الموضوع هو انك انت تاخذ قرار في اشياء معين وتقرر ببعض الاحيان تتكلف تكليف انك تقرر مصير قطاع او باشياء حسنه او باغلاط او بكذا. هذايا اكبر من المغانم، اصعب من المغانم يعني. صعيب طبعا تحقق حاجات وتعمل حاجات في اتجاهك انت في نظرتك وتكون صالحه للناس، هذا سي اون غران ساتيسفاكسيون. لما ساتيسفاكسيون احنا متعودين على على الساتيسفاكسيون معناتها انه كيعمل انسان دور باهي كينجح في مهرجان كينجح مع اصحابه كينجح في حاجات ديما ساتيسفاكسيون. صحيح انه تاخو حجم اكبر تبدا لكن حقيقه هو تكليف تكليف ولا تكليف تشريف مش سنسين. تو نحكيو شويه على على كواليس التعيين وكل شيء تكليف يعني. باش نبداو معاك لي روبريك نتاعنا، ولكن قبل هذا فتح الهداوي فما ناس معناها شككوا في مستواك وجدارتك واستحقاقك بمنصب وزير الثقافه. باش نذكروا شويه بالسي في نتاعك. ماهوش سي في عادي، ماهوش سي في نتاع فنان عادي. فتحي الهداوي مولود في 9 ديسمبر 1961 من خريجي المعهد العالي للفن المسرحي بتونس سنه 86. جاء في المرتبه الاولى في دفعته حيث تحصل على جائزه رئيس الجمهوريه انذاك، وانطلق في تمثيل في المعهد ابن شرف وكذا تحت اشراف الاستاذ حمادي المزي. تحصل على اول جائزه كافضل ممثل بالمهرجان الوطني للمسرح المدرسي سنه 78. تعددت الجوائز بعد ذلك. خدمت مع المسرح الجديد مع فاضل الجعايبي وفاضل الجزيري وجليلة بكار وغيرهم من القامات المسرحية التونسية. كان عندك أدوار رئيسية في عدة أعمال مسرحية كما خالدة وكبيرة، كما العوادة وعرب اللي تم اقتباسها فيما بعد في عمل سينمائي يحمل نفس العنوان. يعني شوف، كان مش نقرأ أنت معناها السي في نتاعك قدامي، ثلاثة صفحات أربعة صفحات خمسة صفحات خمسة صفحات ما نجمش نقراهم في الحلقة هذه. كلهم أعمال مسرحية وسينمائية عربية وتونسية وعالمية أيضا، إلى جانب التكوين الأكاديمي في المعهد العالي للفنون المسرحية وعدد كبير من المسلسلات التونسية والأفلام العالمية والتونسية. يعني برك الله سي في كبير برشا. ورغم ذلك وقع التشكيك في جدارتك في بنيلك أو باقتراحك لوزارة الثقافة. ترجع لي من بعد خاطر باش نقرا لك بعض ردود الفعل. قبل هذا باش نمشيو نبداو معاك ركن هذا أنا مع فتحي الهداوي. قداش عمرك فتحي الهداوي؟ أقول تقول في أي قداش 61 يعني من 58 شوية 58 سنة بارك الله. ما تظهرش. قد ما يتقدم الفنان في العمر قد ما ينقص الأداء البدني والذهني نتاعو. علاش لا؟ علاش؟ بالعكس حسب اللي تعمل فيه زاده وطريقتك في العيش. قد ما تفننش معناتها طريقتك في العيش غير منضبطه. انت ماكش ما كل حال عايش حياتك.
على كل حال مهما نكون مش منضبط فأني أنا منضبط أكثر منك، هذا أكيد يعني. بيه تعرفني تعرف عيشتي. هل أنت أغلى فنان تونسي من حيث الكاشي؟ ممثل؟ أي يبدو ذلك. يبدو ذلك. تأخذ أغلى كاشي في تونس تقريبا، ما به مش لازم نسميه ولكن قياسا. أي تقدح نقدح، تسمي نسمي. أنا نعرف لي أنت انطلاقا من 100 مليون تقريبا في المسلسلات. قديش معاشك أنت؟ قديش تاخذ؟ ما تعرفش ولا مش سمي نسمي. به سمي سمي. متزوج من سوريا، امرأة سورية. بالمناسبة نحب نسلك، هل تؤكد مقولة من لم يتزوج شامية فقد مات أعزب؟ أنت تزوجت شامية؟ لقد سألتني نفس السؤال في نفس في لما نجرأ فقط وقلت لك سأجيبك نفس الجواب اللي هو ما قدمت العلاقة طوب لك تبدل. فز بنفسك حتى ما تتزوجش فيك وأنت عازب. كيفاش فز بنفسك؟ خذ حاجة شرقية، مرأة شرقية. هذه تسيء للمرأة التونسية. عليها ليه؟ أنا أعتزك أنت عارف المرأة التونسية. أنا جاوبتك على من لما يتزوج شامية فقد مات أعزب. قلت لك فز بنفسك. صحيح. بالنسبة لنا صحيح. ممتاز. بصحة ليك. عليها أنت عندك مشكلة مع الشرق؟ بالعكس. أنا نسمع به المثل ونسأل في مجرب. مش كاينك. زوجتك ما توريهاش بالكل سيادتك، ما توريهاش بالكل، ما تظهرش بالكل، ما حذار محافظ. لا ما وتاتش فرص انه نكون كي يلزم نكون انا بروتوكوليا يعني في الحياه احنا مع بعضنا. ما تحضرش بها معها المناسبات الاجتماعيه كيما شنو تحت الاضواء، ما نشوفوهاش في البرامج، ما تعطيش تصريحات، ما نشوفوهاش في مناسبات اجتماعيه نشوفك فيها ماهيش معاك. إذا كان المناسبة تقتضي أنه ما عندكش مشكلة يعني في ظهورها؟ بالعكس تماما، بالعكس تماما، فخور بها. عكس برشا فنانين، فتح الهداوي مش كل ولكن برشا فنانين ومشاهير ونجوم ما عائلاتهم أو حياتهم العائلية غير مستقرة، فتح الهداوي مستقر في عائلته، أول امرأة وهذيك هي إلى حد الآن آخر امرأة، إن شاء الله ربي يدوم عشرتكم، عندك منها صغار وحياتك الزوجية تظهر تبدو مستقرة جدا. وهي كذلك. على حساب شكون؟ على حسابك ولا على حسابها؟ هي اللي تتحمل أكثر؟ الحقيقة ويرجع لها فضل في كل شيء. متحملتك برشا. تحملتني، متحملة أعباء كبيرة. متحملة أعباء تربية الأولاد أكثر مني أنا. خاصة أنت خاطرنا نعرف ولا فايدة. كمل هكاك باش تنتهي نهاية سيئة الحصة. معروف. معروف عليك فتح الهداوي في شبابك وحتى التوا اللي انت معشوق النساء، يعني يحبوك برشا نساء، من اكثر الممثلين التوانسه اللي يحبوهم النساء. هل اثر هذا على حياتك؟ هل عطلها ام الهمك ام عاونك ام دعمك ام كان شارج بالنسبه لك انت معنوي؟ شنو هو غير في سؤال استشعر منه فخاخا كثير؟ لا ما تنصبني في الفخاخ. لا 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 اسمه فخ الشاشة. لا سؤال عادي يعني. المرأة ما تعرف، المرأة وسيادتك معناها عريف في الموضوع هذا يعني. المرأة هي الإلهام طبعا، والمرأة مش ديما نحصلوها في أنها مثل ما تفكر فيه الآن حضرتك. المرأة هي الأم، هي الأخت، هي الصديق، يعني المرأة مهمة. اختنا من الإجابات الكلاسيكية. أنا قلت لك أنت معبود النساء، معشوق النساء وعاشق للنساء ايضا على الاقل قبل. معشوق متاكد انت؟ ايه يحبوك برشا. متاكد لي انا عاشق للنساء؟ ماكش عاشق للنساء؟ عاشق لزوجتي انا. نعرف هذيك حاجه اخرى. هذيك هي. ومعشوق النساء؟ ممكن خدمتنا هذيك اخوي. خدمتنا كتبنا ممثل فانه في جمهور فما مش اي ممثل يعشقوا النساء كما يعشقوك. كما يحبوك. مش أي منتج ومنشط تلفزيوني يعشقوا النساء كما يعشقوا سيادتك. علاش شاهد لي أنا معناها نكملوا هكا؟ لأنه عندنا برشا تقاطعات، العديد من التقاطعات. باهي نسكروا الحوار هذا ونمشيو للحوار الرئيسي مع فتحي الهداوي. تفضل. فتحي الهداوي
نمشيو للحوار السياسي أو الثقافي. قبل ما يتم اختيارك وزير ثقافة، ما كانش هذا طموحك؟ هل كنت مقتنع بينك وبين روحك أنك تستحق المنصب هذايا، أنك جدير بأنك تكون وزير ثقافة بعد المسعدي؟ المنصب هذايا خذاه المسعدي، الكرسي هذاك اللي كنت باش تقعد عليه قعد عليه محمود المسعدي الله يرحمه، قعد عليه الشاذلي القليبي، قعد عليه البشير بن سلامة. قامات كبيرة في تاريخ البلاد، وزراء ثقافة ما همش فقط وزراء ثقافة، مثقفين وكتاب كبار. هل كنت بينك وبين روحك مقتنع أنك مش تملى الكرسي نتاع القامات هذية؟ أنا واعي أن تونس مروا منها جهابذة كبار، يعني الوزارة ذيك مروا منها ناس كبار مؤسسين، سي شادي القليبي مؤسس، سي محمود المسعدي مؤسس، تربينا على أيديهم، سي بشير بن سلامة يعني يكاد يكون أفضل وزير عرفته تونس للثقافة. سي البشير ربي طول في عمره، كان وزير له الوقت بأن يزورنا في المعهد العالي للفنون المسرحية ويحضر إلى بروفا لطلبة السنة الأولى مثلا ويناقش. كان وزير مميز. بعدين لا تنسى أنه سي البشير عمل أيام قرطاج المسرحية، عمل المسرح الوطني، عمل المعهد العالي للفنون المسرحية، مؤسسين ووزراء كبار مؤسسات. بعدهم يجي فتح الهداوي، هل 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 نفس القامة والقيمة؟ هل إن شاء الله نكون أقل منهم شوي، أرجو ذلك. يعني كنت أتمنى أني نحقق شوية من اللي حقوه المؤسسين هذوما والجهابذة. ما تنساش اللي كذلك هو سياق تاريخي. سي بشير بن سلامة جاء في أصعب الفترات البرجيبية، في أواخر الحكم البرجيبي، إنما كان مع رئيس حكومة أو الوزير الأول سي محمد المزالي، فكان هنالك اتفاق وكان هنالك تعاطي في الموضوع باعتباره الاثنين مثقفين وعندهم هم فكري وثقافي. ثم الفريق نفسه اللي كان مع سي البشير اللي هو سعلي بالعربي اساسا، سي رؤوف الباسطي اللي صار فيما بعد اخر وزير ثقافه مع بن علي، وكذلك سي طاهر جيجا ما شاء الله، سي يعني اسماء كبيره، سي زبير التركي، سي مصطفى السويسي، سي عزيز المدني. واضح واضح. لا انا كان سؤالي كانت تعج بالوزراء. انا سؤالي واضح، انا لانه ثم شكون قارنك، ثم شكون قالها بلهجه اسف كبير كما انس الشابي. انس الشابي سامحني قال معناها مندبه كبيره انه فتحي الهداوي يجي في نفس المنصب اللي كان فيه محمود المسعدي وكان فيه فلان وفلان، ربما اعتبرها مهزلة ومسخرة ومندبة. مع احترامي لي سي أنس اللي أنا نعرفه بعضنا وأكنه له من الود، لكن أنا شفتها تفاجأت بالنظرة نتاعو. ربما هو شعور عنده بالإحباط يتكلم هكاك، ربما هو كان يتمنى أن يكون له مكانة سياسية ربما. لكن نحن مع البناء، ماناش مع المنع. هو كان يخدم يمنع، خدمته كانت يمنع. يمنع شنو؟ يمنع الكتب ويمنع كذا، هذيك خدمته. ربما جبل على ذلك وقعدت مع سابيل اون ديفورماسيون بروفيسيونيل، فهو يزجر ويمنع ويقطع. انا لا، بالعكس انا نحب اللمان. قال وليوا عربنية يوليوا وزراء ثقافه. العادة هو تكلم، هو يتحمس وليد. هذا رأيه قال. رأيه يتحمس وليد النائب. اي باهي تو نجيو من بعد الرأي الآخر. شنو اللي لعب دور في اختيارك كوزير؟ يعني وبنسبة كم؟ مش نسمي لك ثلاثة حاجات: الكفاءة، القرب من النهضة، والعلاقة مع الشيخ راشد الغنوشي، العلاقة الخاصة. قديش نسبة هذوما في تعيينك أو اقتراحك كوزير؟ لأنك ما تعينتش، ولكن اقتراحك كوزير ثقافة قديش نسبة نتاع الكفاءة ونتاع القرب من النهضة يعني مستلطفوك، ونتاع العلاقة الخاصة بالشيخ راشد الغنوشي؟ أنا أعتز بعلاقتي بالشيخ، وأعتز ب أنا عندي صداقات في كل طيف سياسي تونسي، إنما وقت اللي يبدأوا الناس يقسموا يحبوا يحطوك في قالب. تو مثلا ما يجيش لبالهم اللي انا اصدقائي من اليسار، عندي اصدقاء من اليسار، عندي اصدقائي حتى تجمعيين
اللي حد الآن عندي أصدقاء بورجيبيين يعادش بيه يعادش يعني بيه يعادش بيه حتى النهضويين عندهم أصدقاء من اليسار وذلك شنو اللي لازم يكون ولكن هذا اللي يلصق فيك اللي تطبع فيك هو قربك من النهضة وعلاقتك بالشيخ راجل غنوشي وظهورك برشا معاه في عدة مناسبات مختلفة عندنا ألبوم كامل على ظهورك مع الشيخ راجل غنوشي في أماكن ومناسبات مختلفة في داره في دار هاي تصور هذه في عرس بنديرمان هذه في عرس بنديرمان اللي بوه أيقونة من أيقونة اليسار التونسي معليش يعني فما أما يظهر فما استلطاف بينك وبين الشيخ راجل غنوشي لهنا فين؟ أظن في سفارة الهند أظن في سفارة الهند بالأحضان علاش ليه؟ مالك فاش تحب؟ هذه تعمى تصور فيه هذه فين؟ هاكا سي محمود بن عباس مستشار ملك بلجيكيا في سفارة الهند نفس سفارة الهند عندك تصور في حفلات نهضوية في بيت أحد أصدقاء النهضة أحد المقربين من النهضة مشينا وقامت القيامة وشاشة النعامة لأنه أنا النهضة طلبت من العديد من الفنانين منهم الأستاذ مقداد كان معنا الأستاذ مقداد السيلي اللي معك في البرنامج صديقي وكان هناك طيف من الفنانين في نطاق أنه يجتمع الفنانين مع بعض الناس من حركة النهضة للحديث على موضوع الثقافة والفن في أمسية قلبوا عليها الدنيا أنا مشيت الأمسيات الكل مشيت الأمسيات تاع وأحسن من عثمان شاهد على ذلك مشيت الأمسيات تاع حزب العمال مشيت أمسية زاد نفس الموضوع لا ولكن علاقتك إذا هي أنا مانيش نتهم فيك ماهيش تهمة أنك تكون عندك علاقة خاصة بالشيخ راجل الغنوش ولكن هذا يشكك في استقلاليتك أنك إنسان ماكش مستقل كما قدموك في الحكومة المقترحة والمرفوضة أنه الناس قدموك على أساس أنك مستقل ولكن مستقل اللي نعرفه أنك أنت عندك علاقة خاصة وقريبة من النهضة والنهضة حطت الوزراء المقربين منها والأصدقاء واللي تستلطفهم واللي مهمش ما يعديوهاش واللي قالوا عليها كلام حلو لأنه يعني عندك حوار شهير في جريدة الفجر اللي هي جريدة النهضة قلت فيه فكر النهضة خلافا لما يقوله البعض يمكن أن يعطينا إضافات في الثقافة ما هوش تصريح نتاع واحد معناه مستقل هذا في جريدة الفجر وهذا هو الارتيكل الموجود هذه جريدة الفجر قديمة شوية وقتاش عماش التاريخ مش قولوا لي على التاريخ قداش كما قلت الرئيس السابق الأستاذ موسى مرزوق قلت عليه مناضل لا يشق ولا غبار قبل من الرئاسة قبل الانتخابات قبل فكرة الرئاسة فرد كونتكست قريب من نهضة وقتها هو لا ما فماش نهضة وقتها مازال ما بدا حتى شيء في تونس فما شيء مازال ما بدا حتى شنو قلتها بعد قبل الثورة؟ اللوندومان دو لا ريفوليسيون سيتادير معناه في الظن بعد اي انا تو نحكي ما فماش فكرة نحكي لك على الشيخ الغنوش وش عملنا في هذه 2012 قلتها بالعيد بديت هذه 2012 ربما قلتها على بكري بديت على بكري انا اتحاور مع شوف انا نتكلم مع بعض الناس من عديد من الاحزاب السياسيه الموضوع اللي لمنا هو الموضوع الثقافي لا ولكن والفن الفن انا نحكي على العلاقه الخاصه شويه ما هي خاصه مع شكون نحكي مع سي محسن مرزوق ما هي علاقه خاصه صديقك الشيخ راجل الغنوشي ايه؟ يعتبر من اصدقائك هكا ولا هو استاذي وانا نتشرف به قريت عنده قرينا عنده جيل كامل جيل كامل طبعا وملا انا كيف في سوريا صديقي استاذي سي محمد صالح الرماسي عضو القياده القوميه في حزب البعث السوري وهو شاهد الصديق نتاعي اش معناتها انا بعثي ثم كونفيجن لا 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 ما فماش لا ما فماش فتحي وقت اللي يكون عندك القرب هذايا من الشيخ وتعتبره صديقك الشخصي وقربك من النهضه ثم تتعين وزير ثقافه من حق الصحفيين انهم يقولوا هذا اللي سهل له وصوله الى هذا المنصب ما ينجمش يكون في المنصب هذاك يساري او معادي الى النهضه او معارض او انسان ما عندهمش فيه ثقه كان فيه ما عندهمش فيه ثقه لا كان فيه يساري شكون كان فيه يساريين توما نذكر لك في عهد النهضه لا كان فيه يساريين في عهد النهضه في الترويكا لا الثقافه تاريخيا كانت يساريه وصارت تجمعيه هكا هو هذه هي تاريخ وزاره الثقافه ما صارتش تجمعيه في عهد بن علي كان سي عبد الباقي الهرميسي ماهوش تجمعي كان الوحيد الوزير الوحيد في الحكومه اللي ماهوش تجمعي ربما كان فيه تجمعين بعد الثوره في وزاره الثقافه كيما شكون؟ بدون ذكر اسماء نحكيو قال الاخر جلوبالمون
فهذه هذا انا كيفاش نقول لك وليش واحد يبرر في الصدقات مش معقول. لا 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 ما من حقك. المشكلة أنك تنكر. أما كي تعترف تقول صديق أنت اعترفت. قلت أنا صديق شخصي للشيخ راشد الغنوشي ويشرفني. صديق شخصي يا ودي ما يجيش صديق شخصي. اسمع معناتها صديق شخصي كأنه يتصل بيك بيت ونصبح معه. لا لا وقع أنه التقينا مرات يكلمك أتجاذب معه أطراف في التليفون عمره ما كلم أتجاذب معه أطراف الحديث فيما يخص الثقافة والفعل الفني. وهذا الكلام أقوله وقلته لجميع أصدقائي الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة من التجمع قبل الوقت بورقيبة الحزب الاشتراكي الدستوري وحتى لين بعد الثورة كل الناس شاف أفلامك ومسلسلاتك الشيخ راشد الغنوشي أعتقد شاف منهم قال لك أعتقد أنه شاف دورك في رئيف في سيد الريم 100% ربما أكيد إيه حتى ما شافش راهو قالوا له إيه واضح هذيك الفيكسيون فيكسيون فيكسيون مهمة إيه معناتها أنا مش هذا الموضوعي أنه هو نظرته للثقافة معناها إسلامي ونهضاوي شوف عندهم نظرة خاصة لربما للثقافة في بعض الأحيان يسترع انتباهك حاجة أنه وقت اللي نتكلم معه على الثقافة وعلى الفكر نلقاه فما تيمات ومواضيع نتمكن منهم هو فكريا وفلسفيا نعم اكثر من الناس تدعي انها تشتغل في هذا الميدان وللاسف يتفرج في افلام ومسرحيات ويسمع اغاني اكيد عاش في لندن لا تنسى طويلا وعندما تعيش في محيط وفي بيئه فانه بالضروره في لندن مشال شاف المسرحيات وشاف السينما 100% عندك أكيد. عندك امل انك باش يعاود يرشحك وزير ثقافه يعني هيك تشكر فيه تو دي نشكر عمري لم أتوقف عن شكر الناس اللي نعرف اللي عندهم ميزة وعندهم موهبة تعرف اللي الفنان كي الفنانين كي يمدحوا الحكام ماهيش مش ديما نظرة باهية ينظروا لهم الناس يعني مديح الحكام اون جينيرال الفنان ديما منحاز للشعب ديما معارض ديما في الصف النقدي ماهوش الصف المدحي انا لست في وارد المديح الساعة اولا انا اوصف توصيف هذا مثل ما في الطبقة السياسية التونسية وغير التونسية أنت تعتقد اللي عندي علاقات صداقة في الطبقة السياسية التونسية فقط لا عندي في الطبقة السياسية في بلدان عديدة في بلجيكا عندنا أصدقاء في فرنسا عندنا أصدقاء اللي هما يمتهنوا السياسة إنما الحديث نتاعنا معهم وعلاقتنا معهم هي علاقة تخص الفن وما داير بالفن وكذلك في تونس كنت منبهر به كأستاذ هو كان أستاذ وتلميذ كنت تلميذ نجيب عنده ده. هو كان أستاذ مميز والحظ متاعي أنا أني أنا درست عند أساتذة في أغلبهم مميزين كانوا هما اللي فتحوا لنا الشيخ راشد الغنوشي كان أستاذ مميز في الفلسفة أستاذ فلسفة إسلامية مميز شنو المميز فيه؟ مو فلسفة إسلامية ولا يسمى زي التفكير الإسلامي تخليه بعد على الفلسفة الإسلامية ولا التفكير الإسلامي تربية دينية كان يتكلم يفهم تفهم شو يحكي وهذا صعيب بيداغوجيا واضح يعني كان واضح في أشياء معقدة يسهل لك ولكن لم يكن هو أستاذنا الوحيد المميز أنا قريت عن أساتذة كبار والحمد لله هذا نحكي على الشيخ راشد ما هو جي في سياق هذا الشيخ راشد الشيخ راشد يمثل جيل من الأساتذة الجهابذة اللي درسونا العربية والفرنسية أستاذك في القراية برك في التفكير الإسلامي برك ولا في السياسة والفكر وفي كل شيء زاد تعلمت منه كان التفكير الإسلامي ولا كل شيء نفسلك الموضوع حتى يطمئن قلبك أنت الشيخ كان يعمل حاجة اسمها كلاس أوفيرت فصل مفتوح كانوا يدخلوا له مثلا القسم يهز 20 عبد تلقى 100 في القسم من جميع البريمير ليست علاش؟ كلاس اوفيرت اي على خاطر الاستاذ يبدا في العاده يمشي الاستاذ البهين الكبار كانوا عندنا احنا كان عندهم كلاس اوفيرت تدخل تسمع وانت عمرك 13 سنه تحضر درس فلسفه شنو المشكل لكن قوته هو الموهبه نتاعو انه كان المستويات الفهم الكل تحصل عند المتلقي يعني بمعنى بشوي بمعنى يقري درسه خالص معناها معاش نتاعه هذاك محلل اي واجبه يقري يفوت مستويات الفهم نتاع نفس الدرس تمر على على
تحكي تحكي عليه بانبهار وبتقدير كبير. كلام المال، ما رايك في مبروك الزرن انت؟ ما رايك في ابو يعرب المرزوقي؟ ما رايك في الاستاذ الحسومي استاذ التاريخ؟ ما نحن مرينا، نحن محظوظين لانه كانوا عندنا اساتذه جهابذه بالفعل. تعتبر الشيخ راشد الغنوشي من الاساتذه الجهابذه؟ طبعا طبعا، بركه جيل كامل استاذ. وبعد في الاساس انت لا تعرف ما معنى انه يدرسك التاريخ محمد صالح الهرماسي، ما عندكش فكره على الموضوع. واضح به. الاستاذ راشد الغنوشي معناها من بعد في منبهر فيه، منبهر به كمدرس ولا كسياسي زاد؟ كسياسي اعتبر انه هو شخص له حضور كبير ومميز على الساحه السياسيه في تونس طبعا، وخصوصا بعد 14 جانفي. اعتقد انه هو من لا بيان سور قبل 14 جانفي وكناش نعرفوا اللي هو قراك، وما كنتش تقول، وكان سر خطير ولا تجرأ انك تقول قراني الشيخ راشد الغنوشي، ولا تجرأ انك تحكي عليه. بيان سور لم اسال هذا السؤال. انا اصدقائي والناس اللي قراوني والناس اللي عندهم فضل عليا في التكوين متاعي في كل الحالات الخير اذا ما تردوا حاول تعد، يعني لا يمكن أن أنسى معترف بالجميل أو أتناسى أنه أنا اللي حطني على الثنية المعرفية الكبيرة الكبيرة شمعت فماش معرفية، أما اللي حطني على الثنية في مستوى هو محمد مومن أستاذي دكتور محمد مومن، واضح. لبيب الشريف، واضح. إلى آخره، يعني ما نحبش نستمر زاد سامي كيني نحب به به أي واضح. ولكن أنا حكيت لك خاطرك بحكم الجانب السياسي اللي فيك واللي أنت اقترحت كوزير ثقافة، حكيت على علاقتك اللي ظهرت علاقة كبيرة بالشيخ راشد الغنوشي من اللي قراك، معجب به كسياسي، معجب بفكره، معجب بسياسته. مش هو اللي علاش ما تنخرطش في النهضة وكهو؟ بما انك معجب بتفكير الشيخ راشد الغنوشي وحتى السياسيين قريب لك، معجب بالعديد من الناس اللي تتفكر في المساله السياسيه في ما تنجمش تعجب بالنقيض زاده، ما تنجمش تكون اسلامي في تفكيرك وفي نفس الوقت فما تقاطعات. فما تقاطعات. انا انظر الى كل الاحزاب والى كل الايديولوجيات على قد على نفس المسافه. انا خدمتي وطريقتي في الحياة أني أفكر في هذا، أن أعبر عن هذا. شوف فتحي أنت في السينما في الدراما في التمثيل تستلهم من كل هذا المعين متاعك باش تنجم تحكي عليه. أنت شاهد على عصر من خلال أفلام، من خلال مسلسلات، فهذا لا يفسد، يعني حتى وإن كنت ماكش متفق مع فلان ولا فإنه هذا لا يمنع أنك تسمع وتفهم وتحلل باش تنجم. لا لا، انا نحكي على الانبهار، يعني يعني اليوم فتحي الهداوي ممثل كبير، حتى حد ما ينازع في هذا، وحد ما 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 ما, ما يقول العكس، ممثل كبير، فنان كبير، دخلت التاريخ، دخلت قلوب الناس، الناس كل تحبك والناس كل فما اجماع على انك ممثل كبير. اليوم مواقفك السياسيه خسرتك بعض الاحترام من بعض جمهورك، مش كل، بعض التقدير، بعض الثقة، الناس حبتك وانت مستقل وانت ممثل وانت على الركح وانت في الشاشة. سامحني، وقت اللي تجي تحكي على السياسيين وتمدحهم وتنبهر بهم وتقول عندي فما سياسيين وهم ممتازين، في السلطة وهم فما سياسيين في السلطة ممتازين وهم في السلطة، في السلطة وفي المعارضة وفي غير السلطة، فما سياسيين ثم ناس يقولوا انك سامحني في الكلمة فتحي، انا تعرفني نحترمك، ولكن فما ناس مش كلامي انا يقولوا انك تتملق ياسر للشيخ راشد الغنوشي وللسياسيين وللنهضة، تتملق وتتقرب وكل فرصة وأنت غير صحيح كلام هذا. أنا لست في وارد التملق ساعة أصلا، وأنا نحترم صديقي ونحترم حتى اللي ما نعجبوش، هذاك فماش هذا يدزك للتملق ويدزك للتحزب ويدزوك كذا، هي مشكلة تخصهم هما. أنا نعرف روحي، أنا علاقتي مع الناس على قدر ما عندهم من موهبة، سواء في الفن ولا في السياسة ولا في الكتابة ولا في الفكر ولا في الماتيماتيك. يعني كي نحترم طبيب كبير نتملق له الواه، شو التملق؟ لكن أنا مش كيف نشوف نوزن الناس. شكون الناس عندها؟ فما الناس عندها قيمة. أنا نعتبر اللي أنت من أهم أنجل تونس كمنشطين، ونقوله لك الكلام هذا شكرا في الله شك. يعني بالنسبة لي أنا نوفل من أكبر مخارج تونس. يشرفنا رأيك، نحكي لك معناها أنا نحب نسأل هل هذه الزعيم من أكبر مخارج تونس؟ النجم يكون مش متفق معك حتى على البرنامج هذا، إنما لا يمكن أنه أنا أنكر عليك موهبتك، وهذا نفس الشيء في كل شيء.
طارق ذياب فما واحد يشك انه هو ملاعب صحيح في الموهبه سيد قاتوبه حتى انت حتى انت فتحي كنت نقول لك نحكيو على المواقف احنا تو مش على المواهب مواقف كي نقف معاك انت نحكيو على المواقف انت معناها بين الموهبه والموقف فما شعره كنقول سمير الوافي ممتاز تقول كيفاش سمير تقول علي على خاطر انت وياه اصحاب فهمت كيفاش بين الموقف والكذا فما يحك شيء يحك المصالح بين المصلحه فما مصالح اي اليوم اليوم شنو المصلحه هل راشد الغنوشي هو اللي اقترحك كوزير ثقافه انا اللي اقترح صراحة. اللي اقترح عليا اني نتكلم معه في الموضوع هذا هو سي الحبيب جم حبيب سي الحبيب الجملي هو اللي بلغك ولكن تنجم تكون انت نظرا لقربك من راشد الغنوشي هو اللي اقترحك لست ادري والله ما نعرف ما كلمكش بالكل والله ما نعرف والله ما نعرف حقيقه ما كلمنيش ليه ما كلمنيش انا اتصل بيا سياده رئيس الحكومه المكلف سي الحبيب السابق اي نعم السابق ومشيت بحذاه وحكينا وكذا وبعدين وافقت بدون تردد مش وافق قلت له مسؤوليه كبيره هذه يعني وكاني وحدي يعني الشكوك اللي في ذهني والتخوف سعيد فخور بانك خذيت ثقه الشيخ في وزاره الثقافه مثلا توكا انا فخور باني خذيت ثقه سي الحبيب اقترحني في وزاره الثقافه والشيخ زاد عنده فيك ثقه ما تنجمش تكون بالصفه عليه تنجم تكون فكرته انت بالصفه عليه ايش معناها؟ تنجم تكون فكرته يعني هو ما عينوش نظرا لقربك منه ويعرفك هو اللي نجم يكون اختارك حسب معلوماتي هو اللي اختارك اظن انه الطيف ربما الطيف السياسي الكل إذا ما وش رضي عليه ما هو مدى رضا أو عدم رضا السيدة سامي عاب ما هو رضا أو عدم رضا سي سيف الدين مخلوف ما هو رضا أو عدم رضا أصدقائنا كل اللي تكلموا شوف فما حتى اللي هم على الطرفين نقيض سي فتحي ما نجموش نغطيو عين الشمس بالغربال وزير الثقافة في حكومة نهضوية أو حكومة تابعة النهضة لازم تكون عنده أو فيه مواصفات وشروط معينة حتى لا يحرجهم على الأقل لازم يكون صديق وقريب ومحل ثقة ويشترك معهم في برشا نقاط وعندهم فيه ثقة ماهوش معقول يعينوا اللي ممكن نشترك فيها انا والنهضه حتى يصير وزير كونك الثقافة. تحبهم كونك معجب بالشيخ راشد الغنوشي نحبهم معجب لا معجب بفكر الشيخ راشد الغنوشي كل واحد معجب بالشيخ قريب لهم فكريا قريب لهم فكريا لا مش كل واحد كل واحد معجب لا مش كل واحد ولا بالنهضه يا وزير لا مش كل واحد مش وما علاقه سي محمد زين العابدين مثلا بالشيخ هاوكا خدم وزير وما علاقة مدام لطيفة الأخضر الفاضلة هاك خدمت مش وزير. في حكومة التريك معليش ما في حكومة الشيخ لا يحكم في حكومة ولا مهدي جمعة ما قلت الشيخ يحكم ولا ومن قال لك أنه مش المهدي جمعة سماه الشيخ مثلا يعني إحنا بينا مشينا في الشيء لقرات ذلك. عنده لا عنده علاقة به الشيخ معليش. ولا إيه. ومن قال لك أنه سي سقلي دونك أنت تفتخر زاد بشهادة سيف الدين مخلوف فيك اللي قال فيك كلام حلو زاد بارك الله فيه قال اللي انت بارك الله فيه وزير هو ثقافه عن جداره وكذا هو قال اللي يفكر فيه بارك الله فيه تحظى بدعم ائتلاف اول مره او ثاني مره نشوفه مني لي سي سيف تحظى بدعم ائتلاف الكرامه زاد اذا كان تسمي سي سيف يتسمى على ائتلاف الكرامه طبعا هو رئيس الكتلة يمثل ائتلاف الكرامه كلام هذاك اذا كان مدام سامي تمثل التيار الديمقراطي اهلا وسهلا أنا وكن كل التقدير والاحترام به المدام سامي والسي محمد هما أصدقائي خارج سي قولك خارج الموضوع بيه. خارج السياسة معناها سياسوية مش هما عينوك مش مشكل إيه تو منين شدوها الحكاية نحكي على عينك أنا ولكن سيف الدين مخلوف قال لي أنت وزير ثقافة عن جدارة وتستحق وكفاءة كبيرة بار كونتر نائب آخر في ائتلاف الكرامة اللي هو الكاتب عبد اللطيف العلوي النائب عبد اللطيف العلوي قال يعني شوف نقرا لك الستاتيو نتاعو بالضبط يعني وزير ثقافة ما ينفعش يكون مفكر ولا أديب ولا فيلسوف لازم ديما يا إما مغنية يا إما عواجي يا إما ممثل هذه ثقافة رني رني العودة عليه سامحني نقرا لك حاجة كيما هكا ولكن هو اللي قرر هكا وصفها ثقافة رني رني وصف تعيينك في وزارة الثقافة هي ثقافة رني رني من حقه أنا أعتقد أنه رني رجل رني. مثقف ورجل ذكي جذبت معه شوية أطراف حديث ولم أكن حتى على علم بالشيء ذا وحتى وإن كنت على علم لا يفسد له القضية وجهة نظر متاعه إن شاء الله تتسجم بشوي علاش
علاش، لكن هو ريزونابل ومحلل سياسي وجهبذ ويتكلم بالكدا وعنده مواقف قويه، انما هذا لا يزعجني ابدا. انت وحش في التمثيل كهو، مش في البرامج التلفزيونيه، معناها وحش في التمثيل. ما تفهم وانت مدور كان تفهم بقري كان بالكرش لازم يصير عارك وكراسي. لا 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 دبلوماسي، لا 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 حر برنامج ينجح بوجودك، بمجرد وجودك ينجح. سي العلوي بارك الله فيك، سي العلوي سمعته في مداخلات عديدة على الانترنت، نحكي على موقفه منك، من تعيينك كوزير ثقافة. ماذا مش كان موقفه هو كهو؟ ماذا عساني أن أقول؟ برشا مواقف، اللي هو مرحبا بالمواقف كل، لا يفسد للود قضية، وجهة نظر نتاعو بارك الله فيه وإن شاء الله يصلحها، لأنه هذا الكلام ليس له معنى. فما التفاوت في الإدراك عند بعضنا، احنا يكون التوانسة مثلا او بعض الناس نعرفه يكون عنده ادراك قوي في مواضيع معينه وفهم، وبعد في مواضيع اخرى يغيب ذلك الادراك، تقول كانك بدلت العبد ولا شخص واحد اخر. وهذا فتحي ما تخافش انك المواقف هذه السياسيه اللي قاعد تعطي فيها بتلقائيه، مش مواقف سياسيه، سامحني يعني. مواقف سياسيه موقفك من الشيخ راشد الغنوشي انا خويا نسميه موقف سياسي، سمي على روحك. وغيري يسميه موقف سياسي، الاستفاف هذا هو استفاف. ما تخافش انك تدفع ثمن نتاعها. استفاف استفاف نو انت كنت تمدح، معناها كنت تقول في كلام. اذا انا مصطفى رايك نحترموه، راه مانيش نتهم فيك، مش تهمه. انت سمير تو قاعد تدز في النقاش في منحى، وهذا غير صحيح. انا لست مصطفى، وهو الشيخ نفسه يعرف اللي انا لست مصطفى، لاني انا شنو اللي بيني وبين، ما شفت حتى فنان قال لك نحاول بشوي شنو اللي بيني وبين انسان نتحاور انا وياه. انا نفهمه هكا، نفهمه تعيينك من وزير كوزير ثقافه من كل هذا. خليك هذا هو واش نفهمه، خليك من هذا. انا اخذت على نفسي اني في كل نقاشاتي مع رجال السياسه بمختلف مآرب ومشاربهم وايديولوجياتهم اكون اصدق ما يمكن ان يكون اذا طلب مني ان احكي في موضوع ما. أنا أقول رأيي في الموضوع، إذا هذا تسميه استفاف بونجور، يعني استفاف مع سي محسن مرزوق نتجاذب معاه في العديد من المرات. مش كيما علاقتك بالشيخ. لا علاقتي بسي محسن قوي ونحبه ياسر وصديقي، علاقتي بسي محمد عبو قوي ونحبه ياسر وصديقي، علاقتي بسي الأزهر العكرمي قوي ونحبه، شو مجيب الشامي للمغربي، شو مجيب ما هي يعني علاقتي باليسار، عندي اصدقاء، علاقتي بشكر بالعيد الله يرحمه قويه بالكدا، سي محمد ابراهيم جاني للمركز الثقافي دول بحماس، يعني 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 صديقك شكري بالعيد الله يرحمه كان طبعا في نفس الوقت صديقك شيخ راجل غنوش طبعا في وقت وجيز، انما شكري اولا تفاجات الله يرحمه بثقافه عاليه ما كنتش نعرفها فيه، مسرحيه كي احكي لك على التراجيديا واحكي لك على شكسبير، يعني لا يمكن ان من 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 نصغروش ليفونتاي، خلينا وسع اللعب. فتحي انا سي محمد قديش طبيب الرئيس السابق زين عبد العلي صديق ونحبه ياسر، من اللي هو في الحكم في السلطه لليوم الغدوه يظل عزيز على قلبي، وممكن نتناقش انا في اشياء سياسيه او اشياء فكريه او اشياء، او نتناقش معه على الطب او ممكن نتناقشوا في مواضيع، هذا يفسد الود قضيه. لا هذا لا يعني انه مش تهم انك تكون صديق عليه سي محمد قديش، من اهم الكفاءات الطبيه في تونس، كفاءه طبعًا كبيره نفتخروا بها، قطع النظر عليه، ما كانش سياسي في عهد بن علي، كان ربما طبيب، كان اكثر سياسي من السياسيين ربما ربما هذاك في الكواليس ما مارسش السياسه. انا نحكي على 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 النهضه او الغنوشي، لانه في السلطه، لانك قريب من السلطه، لانك قريب من السلطه، قريب من انسان عنده سلطه، قريب من انسان يحكم، قريب من الحاكم، في حين انه برشا من زملائك يتهربوا من هذا. لطفي بوشناق رفض المنصب، منصب وزير الثقافه اللي اقترح عليه قبلك انت، ناداله سي الحبيب الجملي واقترح عليه وزير ثقافه ورفض، وقال نحب نكون فنان مترفع مستقل حر، لا أدافع سوى عن خبز الناس وعن هموم الناس، ولا أغني سوى للناس. يدافع على فنه طبعا، ثم فرق طبعا طبعا، هذه قناعته، برافو عليه، الفوا لي شوز. لمين النهدي زاد صرح أنه رفض منصب وزير ثقافة قبلك أنت. برافو، إذا هذا صار يعني هو قال هذه قناعته، كيبالك صار ولا ما نعرفش، ولا ما نعرف، ما قالولكش أنه ولا ما نعرف، إنما صار هو حر، هو حر طبعا، هو مستقل فكريا، فكر في الموضوع وزن
لطفي ولا لمين فكروا وزنوا راو اللي هما ربما ما يفيدوش ولا ما يساعدهمش ولا بو امبورت لي ريزون فتخليوا على الاقتراح هذا او ما قبلوش. انا فكرت قلت اللي ربما نجم نزيد حجيره في هاللي ديفيز هذا في البنيه هذه ونحاول ندفع بالاشياء الى الامام لانه عندي وجهه نظر عندي برنامج عندي فكره عندي افكار فيما يخص الثقافه في تونس والفعل الفن عندي افكار عندي برنامج قلت ربما في الظروف هذه في هاللحظه التاريخيه هذه انسان ممكن يساهم قدر الامكان في بناء او المساهمة كيفاش يقولوا في إضافة حاجة جديدة علامة تضاف في المشهد السياسي التونسي قدر الإمكان على حساب العديد من الأشياء. نحكيوش عادة خل أنت في المسؤولية عندك تضحيات زادة لازم تقوم بهم. أنا مش نحكي بمنطق التضحيات ومنطق الغنيمة لا بمنطق المسؤولية. يا لندرا جاهز فكريا عاطفيا كنت جاهز نفسيا كنت عندي جوزية أنا شفتك متحمس أنا قعدنا مع بعضنا قبل التصويت للحكومة متحمس شفتك متحمس برشا وعندك مشروع فهم أنا مشروع بينسوي عندك مشروع جاهز لوزارة الثقافة مش يعني مشروع يعني ملامح ملامحه واضحة في ذهني لكن ما فماش أكثر من هذا أنه يدزك أنك تقول أوكي نعملها باهي. أنا نسألك سؤال واضح نسكروا به موضوع الشيخ راشد الغنوشي لكن طلب مني أن أكون وزير فيما قبل وزير شو؟ وزير ثقافة فيما قبل وقلت لا قبل ما يحرج رواحهم وقلت لهم لا من الأول ما شافك لا غير ما تقلقوا رواحكم شكون؟ مانيش في وارد مش مشكل لا طلب طلب منك أي طلب مني هك قبلت شو؟ طلب مني قبل المرة هذه قبل المرة قبل أي في حكومات أخرى في أي في حكومات أخرى قبلت كان في حكومة النهضة فوالا أنت تسمي حكومة سي الحبيب حكومة النهضة كلفوا الحزب الفائز كلفوا الشيخ راشد الغنوشي هذا مش الحكومة نهضوين لا لا لا, لا 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 قراب من النهضة ما شوف حكاية الاستقلالية شكوا فيها برشا ناس حتى اللي طلبوا مني قبل أنا كنش إذا قراءتك هذه حتى عندما طلب مني من قبل زاد حكومة النهضة أنا هي الحكومة مش صحيح مش صحيح نعرفها الحكومة اللي طلبوا منك ماهيش حكومة النهضة حكومة النهضة حكومة النهضة إذا تحب حكومة حمادي جبالي لا علي العريض مش وقت تسميهم الكل لا ماهيش حكومة علي العريض وماهيش حكومة جبالي هذا مؤكد هذه حكومة أخرى هذه حكومة كلها الناس اللي شفتهم أنا كانوا مرشحين للوزارات فما مواهب ما عندهمش انتماء سياسي صحيح مش كلهم ولكن الأغلب المواهب الأغلبية قراب من هذا ملاش هو رئيس الحكومة قرار. بيدو رئيس الحكومة بيدو سي الحبيب الجملي هو معناه قريب برشا من هذا واش ايديولوجيا ما نعرفش ايديولوجيا مش متحزب ولكنه ايديولوجيا ما نعرفش ايديولوجيته انا نعرف اللي هو مش متحزب واعضاء الكتاب الدولة والسادة والسيدات والوزراء المقترحين كانوا فتحي اغلبهم نعرفهم برشا ما عندهم انا كي نحكي معك انا كي نحكي معك ما عندهمش نشاط سياسي انا كي نحكي مع فتحي الهداوي اليوم هما يسموها حكومة التكنوقراطية سامحني عاد سامحني خلينا نسالك انا كي نحكي مع فتحي الهداوي اليوم في الحوار هذا وسالته على النهضة وعلاقته بالشيخ وفكريا وحاولت نبربشك انا راى انه مناقصك باش تكون نهضاوي كان حاجة واحدة بطاقة انخراط لا 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 اعرف بطاقة انخراط في النهضة وكل شيء فكريا ربما نهار تنقرر باش نكون عندي نشاط سياسي ايديولوجي وهذا تدخل شيء مستحيل ايه انه شوف اما لو كان يصير المستحيل هذا خلف اسالك وقت اللي تكون فنان تخدم في الفن ممكن ان تكون عندك نظرة شمولية على الطيف السياسي الكل ومن حق باش تكون عندك علاقات خاصة مع طيف انما يصعب على الفنان ان يتحزب لانه في التحزب هو منع لحريه معينه. اما انت بديت جمله قلت ربما لو كان يتحقق المستحيل هذا. ربما كان يتحقق المستحيل هذا تكون لازم حياتي الكل تتبدل، لا لازم تبدل، لازم نبطل التمثيل باش نتلهى بالشان السياسي مثلا. نقول باش نبطل الحكايه هذه الكل وهذا غير وارد نهائيا. نهار احنا ما نعملوا اون بروسيد كيفاش يقولوا بال لو سلمنا معناها هي فرضيه كيما الرياضيات فرضيه. لو سلمنا والله ما نعرف مع شكون نكون ربما نكون في
ولا لا مش لا واضح. واضح واضح في ذهنك انت، في ذهني مش واضح. الـ 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 الوزارة تعيينك على رأس أو اقتراحك لوزارة الثقافة ظهر وكأنه مكافأة على تقربك، على تصريحاتك، على 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 مواقفك تجاه حركة النهضة وقربك من الشيخ وقربك من الشيخ رسول الله. مكافأة على صور شمسية سي تريبيا، وتصوروا مع الشيخ واللي وزراء. إذا كان هكا سهل الحكاية، هل يعني فما نوع من تدفيه الموضوع ككل؟ وانا طلب مني باش ندخل التيار مثلا، تيار ديمقراطي مع محمد عبد الذي احبه واقدره. رفضت لاني لا استطيع، مش رفضت التيار وطلب منك انك تدخل النهضه؟ لا، كما لم يطلب مني ان اكون في حزب البعث السوري رغم اللي يحكم. ربما النهضه تفيدها وانت خارجها خير من اللي تفيدها وانت معها، اذا كان وانت تستفيد وانت خارجها خير من تستفيد وانت معها. اذا ندخلوا احنا في البارانويا هذه، ربما انا نستفيد كي نبدا قاعده انا وياك وحدنا خير من نستفيد وقت يبدا. لا لا سنه مي انا اعطيك دفي ريال، لم يطلب مني اني ندخل في حزب النهضه نهائيا. طلب منك في التيار؟ في التيار، وقلت سي محمد ومدام سامية والأصدقاء الأخرين، يعني احنا التيار ماهوش محمد عبو وسامي عبو فقط، إنما يعج بالمواقف السياسية عندي لهم برشا تقدير وبرشا احترام حقيقة. وأنا نقول شنو مصلحتي مع التيار؟ لا عندك مصلحة مع التيار؟ إي اليوم في الحكومة الجديدة ينجم يشارك فيها التيار وكذا، هذا ينجم الفن سان بوتيري أي دبر فيها بالسيف انت تو. انا نقول لك هكا تقول لي هكا. لا اي حال ينجم انت تحسبها أنا... تحسبها بالكدا فتحي. لا لا والله لا نعرف والله بعضنا. والله تحسبها بالكدا لم يدفعني، معناتها ذكي برشا تبارك الله عليك وعبقري في الامور هذيا. عبقري كان ذكيرة في الامور هذيا. لا والله في لا. في في تحسبون ربما تحسب العاطفه والاعتراف والموده هي فيها حساب به، فما حتى حساب. شنو حسابتي معك انت؟ ليش تخني انا؟ معليش ما كنتي تمثل السلطه. ايه انا سلطه أنا اعلاميه. انا نعرفك عندي سنوات واصدقاء ومعناش ومحمد عبد وشنو هي مصلحتي مع محمد عبد؟ انا تفاجات بصوره بتاع عبد خيط فم. انا بالنسبه لي انا الصوره خيط في عهد بن علي. ايه شبيك ما قلتهاش؟ ما نسكنش في تونس انا وقتها، انا إيش؟ بعد شفتها بعد الثوره تفطنت. شفتها بعد الثوره. بعد الثوره شفت محمد عبو من الاسماء اللي خاطرك لازم تعرف الطيف السياسي اللي تخلي في ظهر لي وقت اللي بديت تبع فيه شنو يتكلم وشنو يقول، وتعرفت على افكار وتعرفت على وسمعت كيما تعرفت على افكار وعده افكار. اي 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 فيها اللي يعجبني وفيها اللي يعجبني وفيها اللي ما كانش يعجبني ولا يعجبني وفيها اللي تحب صراحه تحب صراحه. نحس روح نحس فيك تحب تضمن مقعد وزير الثقافه في الحكومه الجايه. ولا شيء ولا شيء. نحس فيك هكا، نحس فيك تخدم في روحك تخدم. لا ولا لا ولا لا ولا بعيدا عن ذلك. مازلت فتحي تدافع على استقلاليتك رغم هذا الكل، ولكن باش نسالك باش ندخلوا في باب التصويت للحكومه وجلسه التصويت اللي ترفضتوا عليها، ترفضتوا فيها كحكومه ورفض مجلس النواب بالاغلبيه انه يصوت لكم. هل تعتبرها اهانه انك انها حكومه وانك انت فيها كوزير تسقط بهذه الطريقه، وهي اول حكومه مكلفه تسقط بالبرلمان منذ 2011؟ يعني ظهرت وكانها طريقه مهينه، شويه اصوات 72 صوت معناتها خروج معناها ماهوش ما كانش لائق برشا بعد جمعتين من التشكيك والتهجم والاتهام او التشكيك في المستوى والاتهام بعدم الجداره وكذا. علي انا شخصي. نحكي عليك انت. لا نحكي على حكومه مكتبعها، حتى عليك انت، حتى عليك انت على حمله كبيره. الحمله صارت على العديد، حتى على حملة الحكومه ككل، وعلى سي الحبيب نفسه، على العديد من اعضاء الحكومه، كل اي واحد عنده ناس شكوا في قدراته او شكوا في نجاحته او شكوا في كذا. انما انا اولا بالنسبه لي انا هذا دليل على صحه جيده سياسيه في تونس. راهو انت لا تتخيل أهمية أنه برلمان في تونس يرفض حكومة. خلينا من الأمور تحب تقول لي أنت مستمتع؟ لا مش مستمتع. شيخ بها معناها برلمان يرفض حكومة ويرفضك أنت كوزير. أول مرة مستمتع؟ أول مرة تصير
مستمتع مش في تاريخ في خيبة أمل بالنسبة لك أنت، ما حبتها بالنسبة لك أنت، الكاريرك لطموحك لحلمك أنك وصلت للوزارة وبعد ترفضت الطريقة الطريقة نخدم ممثل نخدم ممثل أنا أي نعرف تخدم ممثل حتى الممثل ماذا به يولي رئيس جمهورية ولا وزارة الوزارة الوزارة هي مهمة ومهمة ليست سرمدية وأنا مش تقعد وزير خمس سنين مش أبدية مش أبدية لكن يعني ما عنديش غضاضة أنه إنما أنا كتونسي فخور أن وصلنا في 2019-2020 أن تونس يقعدوا ويقولوا لا الحكومة هذه فخور فخور فخوذ برفضك فخور بالوعي وشبيك احنا تونس عندها قرون ألف سنين عندها دولة ودواوين يا خويا مش نجمك أنا ممثل كبير يا أخي ممثل كبير مش مشكلة شخصية قمصت لي دور طول مش مشكلة شخصية أنا فرحان قعدت شوف قلت والله العظيم حلو حلو ياس حاجة كبيرة يدك علاش تضحك في البرلمان في التصوير هذه التصوير اللي عملت بس جيتي إيمي سيتي تري بارتيكولي جيتي سألت ترجع لي بعد أقول تونس 2020 برلمان يقول أو يسائل بطريقة ذيك لا هذا خويا دليل أنت تضحك وقت المداخلة تاع سامي عبو لهنا سامي كان دمه خفيف برشا عملت مداخلة ضحكتني فيها برشا جهرب وهي تتهجم على الحكومة وتقصف في الحكومة بالكلمة ذيك وضحكتك ضحكتني ضامرة شنو نقول ولا تقصف مش أي شخص تقصف أنت تنفو اللي يهمك هو شخص اختراسي وضرب مش شخصي مش تقصف هي طريقتها في التعبير كانت طريقة مرنة شوف الوجوه بجنبك شوف الوجوه كل بجنبك شوف وجهك انت تبسم وهم ياكلوا في انا نبتسم وقت اللي نحس اني لازم نبتسم نبتسم ضحكتني عملت دو جو دمو حلوين برشا ضامري دور مشي بركه ضحكتني برشا مداخلات برشا وضعيات والله نحسك كانك مثلت دور غادي وروحت وكا بديتو ماشي كيفاش مثلت انت كي تقول مثلت دور ما كانتش نهايه سريعه ومخيبه الامال ومحبطه بالنسبه لحلمك انت الشخصي لا لا فما جانب اخر نقول الحمد لله كل سولاجمون فما جانب يا بون وي او لا تقول كل سولاجمون سافا 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 اسمع ماهوش فتح الهداوي اللي شفته قبل التصويت اللي متحمس ويحب ويستنى ومشروع وكذا فما جانب وفرحان بالمنصب فما جانب وكذا لا فرحان اللي شفتك نشتح لك انا فرحانه وانا نتناقش انا وياك على الهم الثقافي وعلى واحد فرحان جايزه هي تخايب مش جايزه جايزه اعتراف وتكليف اعتراف وتكليف خلينا نزربوا خاطر عندنا ضيوف باش نستقبلوا زوز سمير اعتراف وتكليف أنا أعتقد أني كان ممكن نساعد قدر الإمكان في الوقت هذا ربما ما زال عندك أمل أنك تكون في حكومة نهار في ظروف جاهز أنت للحوالة ماكش رافض يعني حسب الوضع زادك كله تو مثلا كنت عندي مشكلة أني أنا نصور مع الحوار التونسي في مكتوب أولاد مفيد انت عندك ثلاثة حروب معرفية شنو مكتوب لا ولاد مفيدة ولاد مفيدة الجزء الخامس ما كتبش مكتوب ونوبة يا كامل نوبة نوبة قلت لكم شنو وفق هنا تو انت كنت ناوي تمثل في مكتوب وانت وزير ثقافة بطبيعة الحال أبون يا اخي هذا يعادي هذا ما يعاديش الموضوع طبعا يا فرحة الشيخ بيك يا فرحة ولاد مفيدة في الليل اذا كان وزير ثقافة في النهار ولاد مفيدة ونوبة مزود وامور كبيره ياسر نوبه نوعا ما نوعيه اخرى عليها نوعيه اخرى اي ولاد مفيده زوز شريسي كلها على كلها اللي تحكي فيه انت زوز يحكيوا على مسار المجتمع بطريقه كل حد طريقه انما شوف القائمه انت نتاع الناس اللي اشتغلوا في مناصب سياسيه وهم نجوم في بلدانهم ومعروفين نذكر لك منهم شويه اي لا نعرف معروفين ريغن حتى نتاع رئيس امريكا وهافل نتاع يوغوسلافيا جيلبرتو جيل مالرو وزير ثقافة في فرنسا أندري مالرو شو اسمه يوسوندور شو اسمه في اليونان زاد خدمة وزير ثقافة وهي ممثلة معروفة أنا ما فهمتش كيفاش المخرج أنت وزير والمخرج يأمر فيك باش تعاود اللقطة ويعيط وكذا سيد الوزير عاود لأنه أنت ما تعرفش عاودتيت اللقطة لأنه أنت ما تعرفش اللي خدمتنا مش أوامر لا نعرف شنو شنو ما نعرفش نعرف حضرت تورناجيت ونعرف مش أوامر المخرج كيفاش يتعامل معك أنت يمكن
انت عامله فيك معامله نتاع النجم الكبير وواحد يدللوك الوقت ما زلت وزير يا وزير سيد الوزير شدك الكعبه هذيك واضرب بها ولا ولا سيد الوزير باش يعطيك كف الدور ولا كذا اذا الدور يقتضي ذلك بيصير يقتضي هو انا صور معه صحيح ولكن اخسر اسمع هذاك كي تمشي الاعمال لا تثير جدل كبير جدل اجتماعي وجدل اخلاقي سامحني ولكن كي تمشي لولاد مفيده ربما مش تثير جدل كبير من نوع اخر ربما ما يخدمكش كوزير العمل الدرامي الذي لا يثير جدل هو عمل ليس بدرامي جدل لا ما نحكيش نوعية الجدل سا ديبون ثم جدل من جدل ولاد مفيدة ما يثير جدل فكري وجدل ثقافي عايش ولا فلسفي ولا تاريخي فيه كلام لا فيه جدل فيه كلام. جدل يعني هناك من يعتبر أن هذا المسلسل هو فيه كثير من الصفاقة والكذا وهناك من يعتبر أن هذا تشريح لواقع المجتمع التونسي فهو جدل شكون يتحمل مسؤولية سقوط هذه الحكومة؟ أعتقد أنه عدة عوامل تشابكت مع بعضها حتى أفضت إلى تلك النتيجة عوامل معقدة ما تقراش أنه رئيس الحكومة المكلف السابق سي الحبيب الجملي يتحمل جزء كبير من المسؤولية زادة؟ من وجهة نظر ربما ما نعرفش من لأنه ما تتحمل مسؤولية إذا تستقر الاحداث في الاخطاء الاتصاليه نتاعو ربما في فوت دو كومينيكاسيون على كل حال معظم الكومينيكاسيون لا تخص فقط حكومه سي الحبيب وانما تخص الجمهوريه التونسيه ككل احنا عندنا تخلف كبير في الكومينيكاسيون حكومه وشعبا ما الشعب مش معني بالموضوع احنا نحكي في الكومينيكاسيون السياسيه نتاع رئاسة الحكومه والتلفزه عندها مشكله تاع كومينيكاسيون لا يتفاوت بين رئيس حكومة وآخر النخبة التونسية عندها مشاكل في الكوميونيكاسيون وتجارنا عندهم مشاكل في الكوميونيكاسيون نحكي على الكوميونيكاسيون الاتصال السياسي الكل كوميونيكاسيون بوليتيك ونسي با كوميونيكي انكور ما جاوبتنيش تعوم في القضية مش تعوم رديت الشعب أنا حكيت لك على الحكومة ذي شكون يتحمل مسؤولية سقوطها ما نعرفش اختيارات بعض اختيارات الحبيب الجملي مثلا ربما مسؤولية مشتركة فيها أطراف عديدة وفيها معناها شكشوكة معناها ما تعرفش شكون يتحمل البارح أنت ترفضت احنا اليوم نسجلوا السبت نتعداو لحد غدوة يعني اليوم في وقت البث نسجلوا السبت البارح أنت ترفضت قبلتك انا الصباح معناها باش قبل البرنامج قبل التسجيل الغريب انه توقعت اني باش نلقاك محبط عندك خيبه امل يعني لقيتك عادي ما عندكش عادي على خاطر هي تجربه هو من بعد تجربه هي مازلت ما ولاتش اي ما هي تجربه كنت صغير شويه ذاك هو تجربه كانت قصيره ولكن عميقه لاني انت امامك المشهد السياسي التونسي الكل بجميع اطيافه عندك برلمان عندك يعني تقضي 20 ساعة وهذا ليس بعزيز على تونس أنك تقضي 10 سوايع وانت قاعد وتناقش وتحكي وتسمع وكذا في برلمان و15 ساعة يعني من الصباح يعني من 9 حتى تقريبا نص الليل ليس بعزيز على تونس هذا واجبنا لكن أنا البارح كانت تجربة مهمة لأني شفت الأطياف السياسية الكل اون اكسيون في حالة قبول أو رفض أو مفاوضات على حكومه نقاش كونكري مش داخل مثلا في جلسه عاديه نتاع برلمان انك انت خذيت بقعه الفوق خاصه من مصادر سعادتك والبهجه اللي كنت تشعر بها سيدي الشيخ مقابلك في الـ في الـ في البرلمان في المنصه يسير في الجلسه حتى مدام شو اسمها محليها شكون النائبه نتاع سيدي الشيخ شكون السيده سميره الشواش السيده سميره ممتازه راقيه برشا والنائب الثاني ممتاز يس نشكرهم الكل نواب الكل ممتازين شو انا نقول لك على تو منين شد انا نقول لك عليه عشته فما نواب يفتقوا فما نواب حكيت معاهم فتقوكم حتى هما يفتقوا معليش تو خلينا الموضوع مش شخصي باهي واضح الموهبه والمستوى والكلام والروح الوطنيه والمعارك السياسيه كيفاش التوانسه يتعاركوا سياسيا سيتي تري امبورتون واضح بور موا دو لو فوار اكتشاف كبير تجربه كبيره نخرجوا فاصل ثم نستقبلوا ضيوفنا